لاحظوا إذن الاسم هو يحيى بن عبد العظيم أبو الحسين أو أبو الحسن، والملقب بالجزار. طبعا لقب بالجزار لأنه كان يمتهن مهنة الجزارة. تمام، مهنة الجزارة يعني اللي نحن بالعامية نقول هي مهنة القصاب. إذا كثير من القدماء كانوا يكنون بأسماء مهنهم، فنجد مثلا الكحال الذي يعمل بالكحل، والوراق الذي كان يكتب خلف الأدباء والشعراء، عندنا السراج اللي كان مثلا يوقد السراج في الحارات مثلا وغيرها. إذا من هو الجزار؟ احفظوا، الجزار هو يحيى بن عبد العظيم الملقب بأبي الحسن، عرف بالجزار. طبعا عاش في عصر المماليك، عصر المماليك، وكما تعلمون في عصر المماليك، احفظوا هذه المعلومة، في عصر المماليك أصبح هناك انحدار أدبي، يعني لم يهتم الشعراء بالأدباء. لذلك يعني قديما بالعصر العباسي والأموي كان مهنة الشاعر شعر، فكان يتكسب بشعره ويعيش من شعره. أما في عصر المماليك لم يعد هناك اهتمام بالشعراء. فالجزار الذي حاول أن يمدح ويقول وكذا، نجد أن، احفظوا هذه المعلومة، بسبب الانحدار في الأدب أو الانحدار السياسي اللي انعكس على الأدب، لم يعد الأمراء مهتمين بالأدباء ولا راعين لهم. لذلك نجد أن الجزار شعره زاده فقرا وحاجة. تمام، إذا شعره زاده فقر وحاجة، فرجع إلى مهنة أبيه وأقربائه اللي هي الجزارة. طبعا أصيب في آخر عمره، طبعا احتاج في آخر عمره إلى الاستجداء بغير شعره، يعني حاول أن يتكسب لكن عبثا. احفظوا أيضا من كتبه فوائد الموائد وتقاطيف الجزار. إذا من كتبه فوائد الموائد وتقاطيف الجزار. الآن نقرأ النص ولنرى. يقول الشاعر: لي من الشمس خلعة صفراء، لا أبالي إذا أتاني الشتاء، ومن الزمهرير إن حدث الغيم ثيابي وطيلسان الهواء. بيتي الأرض والفضاء به سور مدار، وسقف بيتي السماء. لو تراني في الشمس والبرد قد أنحل جسمي، لقلت إني هباء. لي من الليل والنهار على الطول عزاء لا ينقضي وهناء، فكأن الإصباح عندي لما فيه حبيب رقيبه الإمساء. آهي وحسرتي، لقد ذهب العمر، وحظي تأسف وعناء. كلما قلت في غد أدرك السؤال، أتاني غد بما لا أشاء. إذا كان لديكم ورقة وقلم، مباشرة حددوا العصر: المماليك. إذا النص من عصر المماليك. المناسبة هاي مشان تفيدنا بدراسة التجربة العاطفية، يعني البواعث. المناسبة فقر الشاعر. إذا المناسبة فقر الشاعر. الغرض، طبعا كل قصيدة لها غرض. إذا الغرض هو غرض اجتماعي. إذا أكرر: عصر المماليك، المناسبة فقر الشاعر، الغرض اجتماعي. طيب لاحظوا شرح المفردات، كثيرا ما يأتي السؤال الأول في العربي، مثلا ما معنى الكلمات التالية، أو ما جمع، أو ما مفرد، أو كذا. فلاحظوا مر معي كلمة خلعة، هي نوع من الثياب، الزمهرير، وطبعا هاي بنتحدثها نحن بحياتنا اليومية اللي هي شدة البرد. الطيلسان هو كساء أخضر يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ، يعني هو عبارة عن رداء أخضر، حتى تكون أحيانا اللفة خضراء. هذول كانوا المشايخ قديما، خاصة أهل الطريقة وما شابه، هذول ما زالوا يرتدون الطيلسان اللي هو عبارة عن كساء أخضر. أو حتى بتلاحظوا بعض القبور ما زالت تغطى بالقماش الأخضر. ورد معي كلمة وحسرتي، طبعا يعني يا حسرتي، وهو أسلوب لغوي يفيد النداء والندبة. تمام، طيب نحن بداية راح نقوم بشرح هذه الأبيات. لاحظوا يعني أنا أرسلت لكم البارحة ملخص لشرح الأبيات. الآن
سأقوم بشرح هذه الأبيات على عجالة، وأقول الأبيات هي على ما أعتقد أمامكم الآن، حتى الشرح وصلكم البارحة ضمن ملف. يعني حتى في الأيام القادمة نحاول نختصر قدر المستطاع من شرح الأبيات. طيب الآن نقوم بشرح البيت. عندما قال لي من الشمس، لي من الشمس خلعة صفراء، لا أبالي إذا أتاني شتاء. لاحظوا قال إني ألتحف ضوء الشمس الذي يغطيني بصفرته، فما عدت أحسب حسابا لفصل الشتاء. طبعا انتبه لقاعدة إنه أحيانا الشرح عليه مثلا 3 علامات البيت أو علامتين، فتكون جزء منها على الأسلوب وجزء على المعنى. فأنا ما لازم أشرح بمعنى بسيط، وإنما لازم يكون شرحي منمق نوعا ما. إذا في عندي مثل ما أقول، إذا علامة جزء من العلامة على الأسلوب وجزء على المعنى، ولا تعطى علامة الأسلوب إلا إذا صح المعنى. يعني ممكن يكون أسلوبنا رائع بالشرح لكن المعنى خاطئ كلياته، فبتروح العلامة. إذا لا تعطى علامة الأسلوب إلا إذا صح المعنى. طيب البيت الأول قلنا يقصد أني ألتحف ضوء الشمس الذي يغطيني بصفرته، فما عدت أحسب حسابا لفصل الشتاء. البيت الثاني، وإن غطت الغيوم الشمس فإن الهواء هو الذي يرفع عني شدة البرد. البيت الثالث، وجعلت لي الأرض منزلا يسوره الأفق وتسقفه السماء. البيت الرابع، لو أبصرتني بعد شروق الشمس لصعقت من شدة هزلي وضعفي نتيجة البرد القارس. البيت الخامس، والجديدان هما سعادتي. الجديدان طبعا هما الليل والنهار، كما الخافقان المشرق والمغرب. إذن الجديدان هما سعادتي وسلواني، أي الليل والنهار وأملي على الدوام. البيت السادس، الصباح لدي أمل وحياة، كأنه معشوق يرصده المساء. يعني بمعنى آخر، يعني الصباح لدي أمل وحياة، لأن النهار فيه رزق ودفء سرعان ما يتخطفه من المساء. يقول البيت السابع، وحسرتي أي وعجبا لحالي، لقد انقضت أيام عمري وأنا أقاسي وأعاني. البيت الأخير، وكنت أمني نفسي كلما قلت في غد أدرك السؤل أتاني غد بما لا أشاء. إذن وكنت أمني نفسي بآمال أريد تحقيقها في اليوم التالي، ولكن هيهات أن أدركها. لاحظوا عيني بالنسبة لشرح الأبيات، انتهينا منها.